العالم كله ممكن يتغير بالشكل ده. فجأة بقى السلام حتى بالإيد ممكن ينقلك أخطر مرض في القرن 21، COVID-19 أو كورونا. ناس كتير حالها وقف، اللي كان بيبني واللي كان فاتح محل صغير بيسترزق منه واللي بيجمع قوت يوم بيوم. بس دايماً المصريين بيبقى ليهم رأي تاني، دايماً في عز الأزمة بيبان معدن المصري الطيب الجدع اللي في عز أزمته بيمد إيده ويساعد جاره وقريبه وحتى الغريب عنه. وبما إن طول عمر الأزمات بتجمعنا وبتخلينا دايماً إيد واحدة، ما كانش ينفع نشوف أهالينا وناسنا بيمروا بأصعب الظروف ونقف ساكتين. علشان كده صندوق تحيا مصر أطلق مبادرة تشارك هنعدي الأزمة، أكبر تجمع لشركاء العمل المجتمعي، حكومة ومنظمات مجتمع مدني وبنوك ورجال أعمال وشركات. حقيقي المصريين وقت الأزمة بيبان معدنهم. في أسرع وقت بدأنا نحط خطة إزاي هنقدر ندعم أكتر عدد من المتضررين من الأزمة، وبرضو إزاي نقدر نساعد في المواجهة وندعم القطاع الطبي خط الدفاع الأول. كان اهتمامنا توفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية الطارئة والمشاركة في تجهيز مستشفيات العزل علشان نقدر نساعد في استيعاب طوارئ المرحلة اللي بنمر بيها. بمساعدتكم قدرنا نوفر 100,000 كمامة، 15,000 كمامة N95، عشرات الأطنان من المواد المطهرة. للأسف الفيروس ده لحد دلوقتي بينتشر، ومع الإجراءات الاحترازية اللي تمت علشان نقدر نواجه الفيروس كلنا اتأثر. اقتصاد العالم اتهز، بس في ناس كتير قوي دخلها بقى شبه معدوم. وهنا أطلقنا حملة دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة الغير منتظمة، وتم إطلاق قوافل الخير، وبدأنا المرحلة الأولى بأربع محافظات، أربع قوافل ب235 طن مواد غذائية ولحوم، وقافلة 12.5 طن للمعتمدية، وقدرنا نوفر 115 طن مواد غذائية ومطهرة للجمعيات الصغيرة لمساعدتها على الوصول لأكبر عدد من المستحقين في نطاق عملها. وفي المرحلة الثانية، لأننا دايماً بنتحدى نفسنا، قدرنا نحقق أكبر قافلة كانت نموذج مشرف وجسدة الشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي، من حكومة وقطاع مدني وقطاع خاص. وتم مراجعة البيانات مع وزارة التضامن تحت إشراف السادة المحافظين علشان نضمن وصولها للمستحقين. 22 قافلة محملة ب 1680 طن من المواد الغذائية واللحوم والمطهرات ليتم توزيعها على 750,000 مواطن، وده في 22 محافظة. وفي المرحلة الثالثة، بعد إثبات النجاح للمرحلة الثانية، قدرنا بفضل الله وفضل مشاركين الخير نتحدى الوقت والظروف. الصندوق قدر يجمع أكبر عدد شركاء للعمل المجتمعي والخيري لأكبر قافلة إنسانية شهدها العالم في وقت الأزمات. قدرنا نوفر 3,000 طن مواد غذائية و130 طن دواجن، 100,000 قطعة ملابس، وأكثر من 100 طن حلويات لفرح بيها 1.5 مليون مواطن في قافلة واحدة. صندوق تحيا مصر كيان معاون لأجهزة الدولة والمجتمع المدني، دايماً بيبادر وينفذ مبادرات ومشروعات هدفها الأساسي حياة كريمة للإنسان المصري. فكرة فكر فيها رئيسنا ونتائجها بنجنيها سنة بعد سنة. المشوار مش سهل، لوحدنا مش هنقدر نعمل كل حاجة، وده كان الهدف الرئيسي من مبادرة تشارك هنعدي الأزمة. وده مش دورنا لوحدنا، ده دور كل مصري بيبان معدنه وقت الأزمة. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إن شاء الله هنفضل رافعين دايما رأسنا ونقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.